هيك هيك خربين على الدنيا خربين على الدنيا. لا ده انا مسافر كبير. سيبه ولا سيبه ولا سيبه انت بس تعالوا تستنوا بيه. مش ده بتاعنا ولا بتاعكم؟ اسمعوا على الضايع. طلع احنا الشعب امتنع يروي عطش عيلة يسوع. يسوع قد انطبع على صخرة سالي انبوع. من كل الأمراض شفيت
عمر تصور حوالين يسوع من جنود هيرودس حامل من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر فوق جبل قسقار يوسف النجار بنى بيت ست شهور في العالم دش نهاية يسوع المسيح من مصر دعوت ابني مبارك شعب مصر من مصر دعوت ابني مبارك شعب Oh.
Sorry.
Oh,
قدام الكاميرا في الشعب امتنع يروي عطش عيلة يسوع. يسوع قد انطبع على صخرة سالي انجوع. من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. وشجر البلسم نمت من مية بير ارتوي. مية باركها يسوع من كل الأمراض شافت. والجميزة انحنيت كل فراها انتنيت. عملت سور حوالين يسوع من جنود هيرودس حامل. من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. وفوق جبل قسقار يوسف النجار بنى بيت ست شهور في العالم. دش نهاية يسوع المسيح. من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. من مصر دعوته I'm not afraid.
يسوع قد انطبع
على صخرة سالي نجوم. من مصر دعوته إبني مبارك شعب مصر. وشجر البلسم نبت من مية بير ارتوي، مية باركها يسوع من كل الأمراض شفت. والجنيزة انحنيت كل فروعها انتنيت، عملت سور حوالين يسوع من جنود هيرود اسحنت. مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. وفوق جبل قوسقون يوسف النجار بنى بيت، ست شهور فيه أقام أصبح مكان كنيسة في العالم، دشنها يسوع المسيح. من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. من مصر دعوته ابني مبارك شعب مصر. الله موجود، واثق ان الله
شخص ملك اسمه شاول طويل وجميل يا خسارة معه قدام أعدائهم وزير وماليهم خوف مداليهم من الأعداء فجأة خرج وحش اللي هو معه شيء ما بينفعش بيسب الشعب وقبله إله الناس على حرب انت جايلي بقوة عظيمة ترس ورمح يبدو سدود وبتعاير شعب الهي مع انك انسان محدود اما انا جاي بقوت ربي خالق كل حياة وجود علشان كده جايلك مش خايف واثق إن الله موجود واثق إن الله موجود داود غلبان زي العصفور وحيد لإخواته معونه قد فجأة لمحت عينيه وليه حالك خوف غيرة اسمك يا إلهي أكلتني إزاي الأغلف دا يسبك وكمان الناس دي سكت عليه هو مفيش حد هنا بيحبك هنا بيحبك انت جايلي بقوة عظيمة ترس ورمح يهد صدود وبتعاير شعب إلهي مع إنك إنسان محدود أما أنا جاي بقوت ربي خالق كل حياة وجود علشان كده جايلك مش خايف واثق إن الله موجود واثق إن الله موجود وندى من بين الشعب يقول ليه ممكن يقتل جوليات راح ياخد من شاول بسخاء منه ومعاه كتير خيرات قرر داود ينزل قتال مش خايف علشان ربه معاه لو خاف كده يبقى نازل وحده لكن هو إله وإياه إله وإياه انت جايلي بقوة عظيمة ترس ورمح يهد صدود وبتعاير شعب إلهي مع إنك إنسان محدود أما أنا جاي بقوت ربي خالق كل حياة وجود علشان كده جايلك مش خايف واثق إن الله موجود واثق إن الله موجود وليات شافوا استهزأ بيه سخر منه وضحك عليه انت بقى جاي عشان تحاربني وانت شايفني قصادك ايه اسكت واسمع انا جاي برسالة انا صوت الهي اللي جاي ليك حي هو رب الجنود معطيني باسم النصر عليك النصر عليك انت جاي لي بقوة عظيمة ترس ورمح يهد صندوق وبتعاير شعب إلهي مع إنك إنسان محدود أما أنا جاي بقوت ربي خالق كل حياة وجود علشان كده جايلك مش خايف واثق إن الله موجود واثق إن الله
الله موجود. وأخذ داود من بين حجرات لرب العياط ضربه كان أصلها كانت يد الله جامدة وقوية قوته بإيد ربنا تمت النصرة تمت. انت جاي لي بقوة عظيمة ترس رمحي هدوس دور وبتعال شعب إلهي مع إنك إنسان محمود. أما أنا جاي بقوة ربي خالق كل حياة وجود علشان كده جايلك مش خايف واثق ان الله موجود واثق ان الله نستي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي.
شرور ده اللي بيدنا والها يربح الملكوت طول الدهور. نفسك نفسك نفسي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. نفسك نفسك نفسي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. نفسك نفسك نفسي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. نفسك نفسك نفسي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. نفسك نفسك نفسي هي بيتي هي أمي هي سر فرح حياتي. أو تعبان ظرفك لو كان صعب مريض
بعد حالا بالغراب بيقول لك ليه يا ابني خاف ده انت رعيف واستقراف ليه يا قطيع اللي انا بحميه بعد حالا يا سودي يا سوا آمين.
ابتدياتي مش سامعاني ولا شايلني في كلامي. من قال ان انا لوحدي وانت يا الهي جنبي ومعايا كل ايامي؟ من قال ان اللي خلقني في بيئاتي مش سامعني ولا شايلني في كلامي؟ من قال ان انا لوحدي وانت يا الهي جنبي ومعايا كل ايامي؟ مش هقبل غيرك الا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي. انت النور اللي بينور كل عمري. ايامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها. خليني دايما وياك املك امري. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. Thank you.
احتفالنا في كوم ماريا هذا العام جديد في ثوبه مليء بالإنعام، فأسقفنا المحبوب سارة مطران وتهنئة قلبية ودعوات بطول الأزمان. فليحفظ الرب الإله بلادنا، فهو الحارس الذي لا ينام، الرئيس والجند والوزراء يا رب زينهم بكل سلام، ونجنا من الوباء والغلاء وسيف الأعداء والانتقام، وانعم علينا وعليهم بالطمأنينة وبدد كل الأوهام. يبارك احتفالنا هذا العام أنبا إيلاريون جزيل الاحترام اسقف البحر الأحمر، له منا كل الإكرام، فلنستمع إليه بكلام شاهد الكلام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوهان الدار دور لا آمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي، تعيشوا واجتمعوا. في البداية لازم نقدم التهنئة لأبينا وسيدنا مطرنا سيدنا الأنبا ديمتريوس، وعايز أعرفكم على نفسي. أنا أخوكم ابن سيدنا من نفس البلد، نشأة سيدنا أنبا ديمتريوس من ولاده وأولاد أولاده في مدارس الأحد زي ما بيربينا كده وبيعلم ولادنا. مش علشان سيدنا أنبا ديمتريوس عجوز، لكن علشان هو نشيط وخدم خدامنا في اسكندرية، وتعلمنا كلنا من سيدنا لغاية ما لحقنا وخدخلنا رحنا دير مرمينا وصلينا مع سيدنا التسبحة والقداسات والتلمذنا على إيد سيدنا لغاية هذه اللحظة. فبنهنيه بنقول له سيدنا نيافتك أبونا كلنا، مطرنا مطران الكنيسة. وكمان لازم نهني نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أغابيوس على درجة المطرانية أيضا. سيدنا أنبا أغابيوس له تاريخ كبير خالص في رباطية دير الأنبا بشوي وعمار دير الأنبا بشوي أيام الثمانينات وأيام العمار في الدير، فيشهد له الدير لسيدنا الأنبا أغابيوس بالعمار والقداسة. عشان كده برضو نقوله كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. لما سيدنا الأنبا ديمتريوس يعمل تذكار وتكرار لهذه المناسبة، يبقى سيدنا وربنا له المجد كمان عايز يورينا صفة فضيلة في العائلة المقدسة. من كلمة سيدنا الأنبا أغابيوس اتعلمنا من العيد الترابط والوحدة، من كلمة سيدنا الأنبا كوزمان اتعلمنا من العائلة المقدسة من هذه المناسبة الترابط برضو والوحدة، وأيضا من هذه المناسبة نتعلم من العائلة المقدسة الطاعة. لما نبص على أفراد العائلة ابتداء من يوسف النجار أول من أطاع، قبليه الملاك كلم الست العذراء وهي أخرى سبقت يوسف وأطاعت، ولكن الست العذراء لم تجاهر، إنما يوسف النجار أطاع وبدأ يجاهر وبدأ يعني يقبلها في بيته ويبدأ رحلة خدمة السر الإلهي. حتى السيد المسيح أطاع أبيه السماوي وتجسد وتولد وصار رأس هذه العائلة،
وصار إلها متجسدا العالم كله البشرية كله كلها تراه. الطاعة أحبائي اللي العائلة المقدسة عايزة تعلمه لنا النهاردة يقول كده: الآباء جيد للرجل أن يكون طائع لرئيس، جيد للرجل أن يكون طائع لرئيس. لينا رئيس في الكنيسة قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس، لينا رئيس على الأرض فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، لينا رؤساء في البلد قيادات وسلطات ويجب وربنا يعلمنا ان احنا نطوعهم، وايضا لينا اباء في الكنيسه نطوعهم، وكمان وده اهم حاجه فينا نطوع ابائنا في البيوت ونطوع كلامهم، وما يعني لا نترك كلمه حاضر يا بابا حاضر يا ماما. اسمحوا لي اقول هذا الكلام، ولكن انا اعلم جيدا ان احنا سباقين في الفضيله، سباقين في تعلم المكان الحسن امام الله. هذا المكان المقدس كلنا ننتسب ليه، هذا المكان المقدس ولود، كلنا نتمنى سكن هذا المكان. فطوباكم، ما اسعدكم يا بختيكم بهذا المكان المقدس وهذا التذكار الجليل المجيد. نقول لسيدنا كل سنه ونيافتك طيب، وتعيش وتعزمنا وتعيش وتعمر، له كل مجد وكرامه الان وكل اوان ودار دور كلها امين. معنا الطوائف مشاركة وحضورها بطريقة واضحة. معنا جناب القس توما فخري يشارك بكلمة، له منا كل شكر وحضوره علامة. تفضل. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تهنئة خاصة لأجل هذه الاحتفال لنيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي، وتهنئة رقيقة لسيرتكم، الرب يثمر فيكم ويعطي لكم خدمة مباركة في هذه البروشور. أريد أن أتحدث معكم عن القديسة العذراء مريم اللي المفروض صاحبة الاحتفال. الملاحظة الأولى اللي ممكن نشوفها في العذراء مريم، هذه السيدة كانت سيدة فقيرة جدا، وبالرغم أنها كانت سيدة فقيرة جدا ولكنها الكتاب المقدس يسجل لها تاريخ. والرب عايزه يقول لنا النهاردة مش اللي بيسجلوا التاريخ هم أصحاب الأموال، لكن اللي بيسجلوا التاريخ هم أصحاب المبادئ وأصحاب الرسالة. صفة أخرى في العذراء مريم إذ يقول عنها الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني، قال لها: سلام لك أيتها المنعم عليك، الرب معك، مباركة أنت في النساء، لا تخافي. الصفة في العذراء مريم إنها سيدة منعم عليها، وكلمة النعمة في العهد الجديد وفي اللغة اليونانية لغة العهد الجديد هي لغة التحية. دائما كان القديس بولس كان يخاطب الكنائس التي كان يكتب لها: نعمة لكم وسلام من الله أبينا الرب يسوع المسيح. عندما قال لها الملاك التحية قالت: ليكن لك كقولك. يختلف عن الملاك عندما بشر زكريا الكاهن قال: كيف وانا لا اعلم. الصفة الاخرى في العذراء مريم انها سيدة متواضعة، اذ يقول الكتاب المقدس عنها: هوذا انا امة الرب متواضعة. والكتاب المقدس يقول
إن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين فيعطيهم نعمة، لأنه نظر إلى اتضاع عمده في لوقا 1:48 في التسبيحة التي قالت العذراء مريم، لأنه نظر إلى اتضاع عمده. صفة أخرى في العذراء مريم إنها سيدة مباركة. سلام لك أيتها المنعم عليك، مباركة أنت في النساء، سيدة مباركة. وقالت لها إليصابات مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. إذ الكتاب المقدس يقول في الأنشودة التي قالتها العذراء مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإله مخلصي. ونقرأ عنها في سفر الأعمال في بدء الكنيسة، في سفر الأعمال: هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة وفي سلام، ومع النساء ومريم أم يسوع. مريم السيدة المباركة. الصفة الأخرى في العذراء مريم: مريم السيدة المتألمة، إذ يقول الكتاب عنها: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. والعذراء مريم اجتاز فيها سيوف في مرحلة عندما كانت حبلى بالطفل يسوع، أراد تخليتها سرا في مرحلة والطفل ابتدى يكبر وتاه منهم وهو في الهيكل. في أعظم موقف اجتازت فيه العذراء مريم والمسيح وهو على الصليب، وليس كان فقط سيف قصير، ولكنه كان سيف طويل، وهي ترى ابنها المسيح له المجد وهو يصرخ على الصليب قائلا: أنا عطشان. وهو يصرخ في نهاية الكلمات السبع على الصليب: قد أكمل. العذراء المتألمة، هذه السيدة مثال لكل السيدات الفقراء. استطاعت وسط بيئة فقيرة وبيئة شرقية، ما حطتش على الظروف أو الشر والفساد الذي كان منتشر في ذاك الوقت، لكن استطاعت أن تعيش حياة الإيمان، حياة الطاعة، حياة أن تكون سيدة متضعة، وأن تقول: هوذا أنا أمة الرب. كل سنة وأنتم طيبين. مطران أبروشياتنا العزيز، دائما نحتفل بهذا الاحتفال. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وسلام. تحية حب وتقدير واحترام، وسلام الله يحفظ قلوبكم على الدوام، وسلام من الله يملأ حياتكم بالمحبة والوئام، وسلام مع الله وبركات وإنعام. بميلاد المسيح له المجد حل على الأرض السلام، وبهروب من المسيح إلى أرض مصر تحطمت الأصنام. معنا من أبناء شرق النيل شاب أصيل مخلص وفي شهم نبيل، نطلب له التوفيق في كل سبيل مع الأستاذ أشرف عشير. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الرب الذي نعبده جميعا. أولا أن
أنتهز هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن دائرتي أهلي وناسي كرة مركز وبندر ملوي، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من إنجازات ومشروعات تنموية حقيقية على أرض مصرنا الحبيبة وبصفة خاصة بصعيد مصر، وخاصة مشروعات حياة كريمة التي تمتعت بها قرى محافظة المنيا وقرى مركز ملوي. فنقول من هذا المنبر لفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي: سير على بركة الله في مسيرة التنمية والإنجازات والمشروعات في الجمهورية الجديدة، فكلنا جنود خلف فخامة سيادتكم. ثانياً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بجميع مستوياتها، سواء الأمن العام أو الأمن الوطني، على الإشراف الأمني عالي المستوى المنظم لإنجاح هذه الاحتفالية العظيمة. ثالثاً، كما أنتهز هذه المناسبة وأتقدم بخالص التهنئة لحضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس لترقيته مطرانا ملوي عن السنة والأشمرين ورئيس دير أبو فانا ودير البتول للرهبات. فنيافة الأنبا ديمتريوس محب للجميع مسلمين ومسيحيين، فأنا على مستوى الشخصي أحبه وأكن له كل الاحترام والتقدير لما لمست فيه من دناسة الخلق وتفاني في مهامه الثانية. ومهما تحدثت عن نيافته لم أوفيه حقه فعلا، كما أتقدم بخالص التهنئة إلى نيافة الأنبا غابيوس لترقيته مطرانا بمركز المؤسس. فهو محب فعلا للمسلمين والمسيحيين، وأكن له كل الحب والاحترام لما لمست فيه حسن الخلق وتفانيه في مهامه السامية. كما أرحب بالسادة المطارنة والأباء الأساقفة والكهنة والسادة الأفاضل من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة وجميع السادة الحضور من أهلي وناسي من مجلس قروي دير البرشة. اعتدنا سنويا حضور هذا الاحتفال المبارك وهي رحلة العائلة المقدسة والتي شرفت أرض مصرنا الحبيبة وخاصة مدينة ملوي، حيث مرت بديوط المنكلة ثم الأشمونين وبئر السحابة وأخيرا كوم ماريا بدير أبو حنس. هذه الزيارة المباركة التي استمرت 3 سنوات ونصف تقريبا ثم عادت بعد ذلك إلى فلسطين. ومجيء العائلة المقدسة يحمل 3 رسائل: رسالة المحبة ورسالة السلام ورسالة الأمان.
وحتى لا أطيل عليكم، أخيرا أهنئ حضرة صاحب النيافة الأنبا ديمتريوس بهذا الاحتفال العظيم الذي أصبح عادة سنوية محبوبة لنا جميعا. تمنياتي لحضرته دوام الصحة والعافية، وبضم صوتي وصوت نيافته لإنشاء مزار سياحي ديني على كرم ماريا. حتى لا ننسى أن إخوتنا المنظمين هذا الحفل، أتقدم بالشكر للعلاقات العامة المتمثلة في الأستاذ رأفت ميخائيل والأستاذ مجدي لمع. طبعا من واجبي كابن البلد أرحب بضيف عزيز علي وهو النائب الدكتور زين الأطناوي المحب للجميع، نائب مجاجة جاي من مجاجة عشان يشاركنا هذه الاحتفالية، فأهلا ومرحبا بك. طبعا برحب أخي وحبيبي طبعا هو من أهل دير المؤنس الفوايد عيد جميل لا ننساه حبيب الكل، وطبعا برحب أخويا الأستاذ مدحت عزم، أهلا بيك أهلا بيكم في بلدنا. أخيرا لا ننسى مصر، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. دائما دكتور الاستاذ اشرف دائما سباق، يعني حضر معنا الدكتور النائب زين الاطناوي جاء خصيصا ليشارك الحفل وهو منياوي، وهو نائب في مجلس الشيوخ مع الاستاذ اشرف عشير المندواني، ويقدم لنا كلمه فيها التهاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النهاردة بالفعل يوم عيد ويوم فرح ويوم جميل، وأنا على المستوى الشخصي يمكن أول واحد صحيت فيكم النهاردة علشان أكون من ضمن المشاركين في هذا الاحتفال العظيم، احتفال تذكار العائلة، زيارة العائلة المقدسة بمركز ملوي. على المستوى الشخصي يمكن دي ثالث مرة أحضر هذا الاحتفال، حضرته منذ سنوات طويلة بالدعوة الكريمة من مطرنا الغالي على كل القلوب نيافة الحبر الجليل أنبا ديمتريوس مطران ملوي، له مكانة كبيرة مش في قلوب أهل ملوي بس، لا في قلوب كل محافظة المنيا، فاحنا عايزين نحييه التحية الكبيرة الواجبة. ويا سيدنا يعني باسم يعني كل أهل مركز مغاغة والعدوى وشمال المحافظة وكل المحافظة، وسيادة النائب أشرف عشيري يعني قال أهل ملاوي، لا أنا باسم كل حبايبك في كل مكان أنا بقدم لنيافتك كل التهنئة بمناسبة الترقية لدرجة مطران. ربنا يديك الصحة وطول العمر ويبارك فيك
ويخليك لكل أبنائك، لكل أبنائك مسلمين ومسيحيين. تمام. أيضا لا يفوتني أن أنا أقدم التهنئة الواجبة أيضا لنيافة الحبر الجليل أنبا غابيوس ومناسبة ترقية نيافته لدرجة مطران، مطران مركز درمواز. طبعا باسم الجميع برحب بضيوف محافظة المنيا، أصحاب النيافة، نيافة الأنبا قزنان ونيافة الأنبا إلاريون، عايزين نحييهم أيضا تحية كبيرة. قادموا إلينا من مسافات طويلة، وعلشان ما ننساش حتى الأباء الأساقفة اللي شاركونا أيضا في غيابهم كلهم نحييهم تحية كبيرة. أنا مش هطول عليكم، طبعا كل المتحدثين قبلي اتكلموا في كل حاجة ينفع نتكلم فيها، عايز اتكلم في نقطتين، نقطتين فقط. احنا محتاجين في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولانية نقطة الترابط والوحدة، واللي الجميع تحدث فيها قبلي. النقطة الثانية أتكلم في جزء من التاريخ الوطني للكنيسة المصرية. أبدأ بأنهي؟ لأن الاثنين مرتبطين ببعض. نقول التاريخ الوطني للكنيسة المصرية. آخر المقولة الجميلة اللي احنا كلنا حافظينها لقداسة البابا تودروس الثاني، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، قال ايه بعد احداث ثورة يونيو 2013؟ احنا فاكرين ايه اللي حصل بعد احداث ثورة يونيو 2013؟ طبعا الارهاب الاسود قام على مراكز الشرطة وبعض الكنائس في بعض الأماكن وبعض المنشآت والمؤسسات الوطنية، وعملوا فيها الحاجات اللي احنا مش عايزين نفتكرها. لكن لما نفتكر الموقف الوطني للكنيسة المصرية على لسان قداسة البابا وقتها، قال ايه؟ قال وطن بلا كنائس خير من ايه؟ من كنائس بلا وطن. ده موقف ولا مش موقف؟ موقف. مواقف كثيرة لكل الآباء البطاركة على مدى التاريخ. نذكر المقولة المأثورة لقداسة البابا شنودة، قال إيه؟ في كل المحن، في كل الأزمات اللي كنا بنعدي فيها، دايما كان يقول إيه؟ مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش إيه؟ فيه. نرجع بالتاريخ أكتر، وأنا لا أتذكر اسم قداسة البابا في هذا التوقيت، ولكن كان هذا الكلام على ما أذكر إبان روسيا القيصرية، روسيا القيصرية، وكانت روسيا في هذا الوقت بيحكمها قيصر، فحبوا الروس يجمعوا كل مسيحيين العالم تحت مظلتهم. هنا بابا مصر وبابا الإسكندرية قال إيه؟ لن ننصاع، لن ننصاع، إحنا مصريين وسنبقى مصريين، نعيش مصريين وسنموت مصريين على أرض مصر اللي هي لكل المصريين. فتحية كبيرة للكنيسة المصرية الوطنية على مدى تاريخها، على مدى تاريخها. الرسالة الثانية وهي الترابط والوحدة. الترابط والوحدة تكلم فيها أساتذتنا الآباء الأساقفة والمطرنة. ترابط ووحدة، ترابط الوحدة واجب ديني، ترابط الوحدة واجب وطني. الترابط والوحدة
على مدى عمرنا قوة المصريين في ايه؟ في وحدتنا. طول ما احنا كده، طول ما احنا كده، عمر ما عدو خارجي او عدو داخلي هيقدر ينال مننا. مصر مرت بيها ازمات كثيرة، طول ما احنا متوحدين وجبهة واحدة وقوة واحدة، عمر ابدا مغاصب ولا عدو خارجي ولا عدو داخلي هينال مننا ابدا. فدايما الانسان الواعي يذكر نفسه ويورث ده لابنائه، واحنا بالفعل ورثين محبة واخاء على مدى كل التاريخ. النهاردة واحنا بنحتفل بتذكار العائلة المقدسة في ملاوي، هذا التذكار وهذه الزيارة لها مكانة في قلوب المسيحيين وأيضا في قلوب المسلمين. كل واحد فينا له جار مسلم هيفكروا ان احنا عندنا زيارة للعائلة المقدسة، زي ما اخواتي المسيحيين بيتذكروا بعض الموالد لأولياء الله الصالحين وآل البيت. اللي رايح يزور، اللي رايح يحضر احد الموالد، لان احنا واحد، احنا واحد. لو هذه الالاف، احنا الاف موجودين في هذا السرادق، يستحيل على مستوى الشكل اقول ده مسيحي ولا ده مسلم، ده من ابداع الشعب المصري. علشان اختم اقول ايه، مهما كانت الصعوبات اللي احنا بنعيشها باذن الله هتعدي. ليه هتعدي؟ لان مصر محفوظة. مصر محفوظة بالعائلة المقدسة. مصر محفوظة بأولياء الله الصالحين. مصر محفوظة بآل البيت. مصر محفوظة بصلوات الطيبين. مصر محفوظة بدعوات الطيبين. مصر دايما محفوظة، ده ثقتنا ويقيننا بالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي نعبده جميعا. ختاما، مصر الوحدة، مصر القوة، ان احنا كلنا ايا ما كان نحس بقيمة الوحدة دي طول الوقت. تحيا مصر، تحيا مصر بجيشها، تحيا مصر بايه؟ طب احنا كلنا مع بعض، تحيا الجيش المصري، تحيا الجيش المصري، تحيا شرطة مصر، تحيا شرطة مصر، تحيا الكنيسة المصرية، يحيا أزهر مصر. انتوا بالفعل ناس جميلة، ما أحلاكم. أنا يعني بحسدكم يا سيدنا على هذه الروح الجميلة، وبحسد أخويا العزيز معالي النائب أشرف عشيري أسد المحافظة كلها. وطبعا أنا يعني سعيد جدا إن أنا أشوف أخويا العزيز سيادة النائب عيد لبيب، وأخويا العزيز سيادة النائب شريف نادي، وكل إخواتي الأفاضل المحترمين. آخر حاجة، أنا كان لي الشرف يا سيدنا إن أنا أحضر احد احتفالات العائلة المقدسة مع قداسة البابا، ففوجئت وانا في الحفلة ان في عرض، نكتشف ان العرض الفني ده مين اللي عامله؟ ملاوي عند قداسة البابا هناك. وفوجئت ان قداسة البابا بيمسك الميكروفون وبيكرم ابناء ملاوي اللي عملوا هذا العرض الفني. فانا باسم الجميع بحيي الفنان المبدع الاستاذ رأفت ميخائيل على الجهود الجميلة اللي دايما بيعملها. بحيي كل العلاقات العامة في مطرانية ملاوي، اخويا العزيز الاستاذ مجدي وكل العاملين في مطرانية ملاوي. انا عارف ان انا طولت عليكم. تحيا مصر، تحيا مصر برئيسها، تحيا مصر بمين؟ رئيسها اللي هو مين؟ عبد الفتاح السيسي. ايا ما كانت الصعوبات نفتكر دايما وحدتنا وترابطنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مر بكل الازمات اللي ممكن ما كانش ينفع نقعد القعده دي، فنقول الحمد لله.
وأيا ما كانت الأزمات اللي هنعاني منها بإذن الله هتعدي. مع بعض، يحيى الرئيس السيسي، تحيا مصر، تحيا مصر بجيشها وشرطتها وأزهارها وكنيستها ومؤسساتها الوطنية وشعبها الوافي. وكل سنة وحضراتكم طيبين. على فكرة الدكتور زين الأطناوي بيلقب بأنه أسد محافظة المنيا، فهو أسد. ابن ديرة محنس الحبيب، رجل الأعمال الأستاذ عيد لبيب، الذي له مكان في قلب البعيد والقريب، الرب يكافئه وله النصيب. تفضل. طيبين. وألف مبروك يا سيدنا المترمية، وكمان طبع غابوس، ودي حاجة عظيمة جدا. وباسم ديرة محنس لو الناس سمحت لي أقدم التهنئة لحضراتكم، وأشكر كل اللي حضروا من إخواننا النواب السابقين والحاليين والشيوخ اللي جم من الازهر، وكل سنه وانتم طيبين. كون ماريا احتفال بنحتفل بيه، ويمكن نقاط كتيره في رحله العائله المقدسه بتقول ان العذراء والمسيح مشوا هنا وهنا وهنا وهنا، ولكن في دير ابو حنس كان ليها طابع خاص من سيدنا الانبا ديمتريوس. وهو انا بشوف الاحتفال بتاعنا في دير ابو حنس بالذات من اعظم الاحتفالات اللي اتعملت على مستوى رحله العائله المقدسه. فباسم ابناء دير ابو حنس اشكرك يا سيدنا على المجهود اللي انت عملته على مدى طويل وعمر طويل، واحنا بنتعلم منك كتير. انا تقريبا من 20 سنه 25 سنه كنت بقعد مع الانبا ديمتريوس، فكان يقعد يشرح لي المشروع اللي نفسه يعمله في كون ماريا، سواء كان فندق او مزار سياحي. وكنا كل سنه بنقعد نقول يا جماعه نفسنا نعمل حاجه هنا، نفسنا نعمل حاجه هنا. وانا حاسس ان شاء الله باذن الله ان السنه الجايه هنيجي نلاقي حاجه كويسه جدا معموله في كون ماريا. وانا مؤكد ان الانبا ديمتريوس في الموضوع ده ما بيهدلوش بال، واحنا بنطلب من الساده النواب برضو ان هم يقفوا معانا في الموضوع دوت ويقدروا ينفذوا لنا اللي احنا عايزينه، لان هي امنيه حياتنا ان يبقى دير ابو حنس فيها مزار سياحي كبير رحله العائله المقدسه، يرفع شان البلد ويخلي عندنا سياحه جوه مصر بطريقه غير طبيعيه في عهد الانبا ديمتريوس. أنا عايز أحكي حكاية معايا، يعني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمه صحيح إحنا بنعيش أزمة، يمكن أزمة اقتصادية أول مرة مصر تحتار، بس أنا كنت بسافر كتير، وبعدين لما باجي من المطار اقعد لما اشوف المطار في مصر ابكي بالدموع، ابكي ليه؟ لاني ما كانش عندنا بلد الواحد يفتخر بيها. ففخامه الرئيس لما جه راجل حلم لبلده انها تبقى عظيمه، حلم واشتغل بكفاح شديد جدا فوق ما اي عقل يجيبه، وحجم التحديات اللي موجوده عليه انا مش عارف هو بينام ازاي، سواء كانت حجم التحديات الداخلية أو الخارجية، لا موضوع كبير جدا. لكن هو النهاردة مفيش حتة في مصر ما عملش فيها حاجة. قد يجوز إن إحنا بنعيش أزمة اقتصادية كبيرة شوية، لكن إحنا لازم نؤمن بالراجل ده تعب قد إيه
عشان يوصل بالبلد لغاية فين ونفسه يعمل ايه لبلده. ومش انا بجامله يعني، بس لازم نعرف يعني ايه وطن. وطن ده يعني بطن الام اللي بتشيل ابنها وتنزله، هو ده الوطن. الجدعنة ان احنا مش بنعمل لينا، ان احنا بنعمل لعيالنا واجيالنا. صحيح يمكن اللي بيبني بتبقى ظروفه صعبة جدا، البنى غير القعدة، واحنا كلنا نفسنا نشوف بلدنا كويسة. فكون ان احنا هنتعذب شوية ده مش مشكلة، لكن المشكلة ان احنا نشوف بلدنا كويسة. بنثق في سيادة الرئيس وبنثق فيه ثقة كبيرة جدا، وبنشكره على كل المجهودات اللي هو عاملها، وان شاء الله كمان هنشكره على المزار السياحي بتاع كوم ماريا قريب جدا، وانا بثق ان هيبقى قريب جدا ان شاء الله، وبثق ان هيبقى حاجه جميله نتشرف بيها كلنا. وكل سنه وانتم طيبين. لغتنا القبطيه لغه قديمه لها معاني عاليه القيمه، حروفها ذهبيه عظيمه، مع الدكتورة رندا ناصر بكلمات شجية مدرسة مساعد لدور قسم الآثار المصرية. وين انجرح؟ مساء الخير. أنا عارفة إن معظم الناس هنا ما سمعوش قبل كده النطق بتاع اللغة المصرية القديمة. النهاردة مع بعض هنسمع بعض الجمل باللغة المصرية القديمة اللي هي الهيروغليفية. سيدنا الحبيب الأنبا ديمتريوس بيشجعنا إن احنا نحافظ على اللغة، لأن اللغة المصرية القديمة هي ورث مصر القديم. احنا بنقول اللغة المصرية القديمة، معنى كده إن مصر القديم بس هو اللي اتكلم بيها. احنا طبعا حافظنا على اللغة المصرية القديمة، لسه بنتكلم بيها لغاية دلوقتي، الكلام ده محفوظ في اللغة القبطية. بداية اللغة المصرية القديمة كتبت بأربع حروف. الجمل اللي انت هتسمعها دلوقتي ده هيروغليفي، بعدين اتطور اختصر الخط ده واتكتب بالخط الهيراطيكي، وبعد منه كان الخط الديموطيكي، وآخر تطور للغة المصرية القديمة هي اللغة القبطية. وننجرح، نقول مع بعض وننجرح وننجرح. مساء الخير. هابيم همينا نوئيب إيش سئيه حينا همنانو روبرو نبو نو كمت هابي انحل نبو. تحيات القلبية وكذلك تحيات شعب كنائس مصر لكل الحضور الكرام. يرحط نترنبت موت خاوت جوت خمت أبي نفر نب آخت نبت إم بو نب. في بداية العام الجديد 2023، أتمنى الخير والبركة في كل مكان. انباهروا إيو وشت إن إيو آخ وحتي إركمت حرو بو إن آخو إمعحو إن ماريا إمبر إن أبو حنس. اليوم نحتفل بزيارة العائلة المقدسة لمصر، وخاصة ملوي بكوم ماريا في دير أبو حنس. إي إن نبقي سو حينا حينوت حينا إي سف با
مزوت يو معيب ارجرك إمات رشوت حين عمروت. جاء الرب يسوع المسيح مع مريم العذراء ويوسف النجار الشيخ الصالح ليمنح الوداعة واللطف والمحبة. ENF ارمح ان ام شعر ارنب حينا ايهينو جد اف ان ان ننن با نثر وات ار ان جد اف ان ان ننن سمخ ان با نثر اين ميروت با نثر. جاء ليملأنا بكل امل وفرح ومن خلال محبته يقول لنا أن الله ليس بعيد عنا، يقول لنا أن الله لا ينسانا أبدا. نشكر إلهنا الصالح الذي وهب لنا هذه البركة، فلتكن مصر دائما مباركة من الله الذي قال آخور مث إن كمت مبارك شعبي مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. نستمع الآن كلمة باللغة الفرنسية دكتور أبولوس بلاستر من الكنيسة الأرثوذكسية ودكتورة مريم ماهر يوسف تترجم ترجمة فورية. لهم منا كل الشكر والتقدير والتحية. Christos Afgenpenchini, Chenkong Maria Afgenpenchini. Le Christ nous a rendu visite. Akum Maria, il nous a rendu visite. Le Christos Afgenpenchini, Chenkong Maria Afgenpenchini. El Messie Zorana, Zorana Figum Maria. Si j'ai permis, Chenoumi, je n'aurai jamais un autre Fempenli, l'ombre de Détrios. أشكر بفرح كثير سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس. Je suis heureux de pouvoir célébrer un événement mentionné dans l'Évangile et qui fait donc partie intégrante de la vie du Christ ici, dans le lieu où il est passé avec la Sainte Famille. ويسعدني أن أكون قادرا على الاحتفال بحدث مذكور في الإنجيل وهو بالتالي جزء لا يتجزأ من حياة المسيح هنا في المكان الذي مر فيه مع العائلة المقدسة. Cette fête magnifique qui se tient aussi dans le lieu appelé la maison de la vigne a été préparée par notre cher Pennib et métropolite Amba Dimitrios ainsi que par ses équipes de serviteurs dévoués qui ne se sont épargnés aucun effort pour rendre cette festivité splendide. لقد تم إعداد هذا العيد الرائع الذي يقام له احتفال يسبقه في مكان يدعى بيت الكرمة من قبل سيدنا المطران العزيز نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس بمساعدة فريق من الخدام المخلصين الذين لم يدخروا أي جهد لجعل هذه الاحتفالية رائعة. C'est un grand honneur d'avoir été invité ici par le Christ d'abord, par Pennib, puis par ses serviteurs dévoués. Je me joins volontiers à leur troupe ainsi qu'à celle des festivants pour honorer cette fascinante terre d'Égypte au bord du mythique fleuve du Nil que le Christ est venu baptiser et bénir. إنه يشرف عظيم أنني تعيد من قبل المسيح أولا ومن قبل سيدنا المحبوب ثم من قبل خدامه المخلصين ويسعدني أن أنضم إليكم وإلى كل قوات الحاضرين لتكريم أرض مصر الرائعة على ضفاف نهر النيل الأسطوري الذي جاء المسيح ليعمده ويباركه. Nous célébrons ensemble la visite et la fuite de la Sainte Famille en Égypte et en me trouvant ici à Cum Maria, je suis tenté de dire il s'est enfui chez nous
pour que nous nous réfugions en lui à faute harof kina intin faute harof ونحتفل سويا بزيارة وهروب العائلة المقدسة إلى مصر ووجدت نفسي هنا في كوم مريا فأنا أحب أن أقول لقد هرب إلينا حتى نلجأ إليه Il était important pour moi de rendre hommage à Pennib et à la langue copte, langue sacrée de l'église copte orthodoxe d'Alexandrie, au nom d'Amba Athanasios, métropolite copte orthodoxe de France, et de tous les chrétiens coptes de France. وإنه من المهم بالنسبة لي أن أحيي سيدنا واللغة القبطية اللغة المقدسة لكنيسة الإسكندرية القبطية باسم نيافة الحبر الجليل نيافة المطران الأنبا أثناسيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا وجميع المسيحيين الأقباط في فرنسا Je souhaite que cette belle fête désormais reconnue mondialement par le biais de l'UNESCO soit celle de tous les chrétiens, mais aussi de tous les Égyptiens, et devienne une occasion de nous unir tous autour de la venue dans ce lieu du Christ, poursuivi par les puissances injustes d'Hérode, en nous rappelant ce qu'il dira plus tard, « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Jem nomti anok ayetso elbikosmos. » ولكني أتمنى أيضاً أن يكون احتفالاً لجميع المصريين وأمل أن يكون هذا الاحتفال الجميل المعترف به الآن في جميع أنحاء العالم من قبل اليونسكو هو احتفال جميع المسيحيين وأتمنى أيضاً أن يكون احتفالاً لجميع المصريين وأن يصبح فرصة لتوحيدنا جميعاً حول مجيء المسيح إلى هذا المكان وقت ما كانت تتبعه جنود هيرودس الظالمين لأنه سيقول لنا لاحقاً ويطمئننا ثقوا أنا قد غلبت العالم شكراً بكل اللغات الآن مع دورة الكلمات مع الدكتورة مريم كلمة باللغة القبطية Alexi ismu awoh Alexi tayo in Petenjin ishar nmfuo own in Menrati ni arkon it amani nem nyoti metropolitis nem ni episkopos nem ni owib nem ni arkon nem ni sako nem ni rfshimshi nem pila ustiv tabarakna wa tasharrafna bimajiikum ilayna alyawm ahibauna alqiyadat alazza alaba almatarina walasatifa alkahana الأراقنة والعلماء والقدام وجميع الشعب إثرن هي شنوفي انفقو كان بايما قائد خيفي ان اتأمني ان صغي ان في عرش انت بنكاهي افني بعد الفتاح السيسي مارنتيه ايه افنوتي ايه اريه ايه رفخن اون يريني نمقون اسمين لنحتفل اليوم في هذا المكان في ظل القيادة الحكيمة لرئيس أرضنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونسأل الله أن يحفظه بسلامة وعدل. هتين يشتيل انت بنيوت مكاريوس بابا آف تودروس بما خصناه في بطريرشيس انت نشتي انفاكي راكوتي مار انتي هو ايه افنوتي ايه تجرو في جنب فسرونوس بصلوات أبينا الطباوي البابا الأنبا تودروس الثاني بطريرك المدينة العظمى الإسكندرية نسأل الله أن يثبته على كرسيه ووخا اتأمني ان بنيوت من ريف آفا ديمتريوس في متروبوليتيس إمالاف نم أنتينو نم إشمون وتحت رعاية أبينا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأرسنا والأشمونين أمويني إيتا مي بي كوزمو ستير في جي تنشوشو ووهتين ثليل آن خاني رمنكيني آن خاني نشير انتي مالاف جي أصد شي اسمه إن جي مالاف جي أفسيني هيوت سنجي بيرمن إي إز أواب كن بي سيو إم فوجن فور أو أف إسمو إنفتو إم ما إنخيتس إتين عيني وشوتي إن تتشيبي إشمون تيروت إشمون وكلام فو إم ماريا
تعالوا لنخبر العالم كله أننا نفتخر ونتهلل نحن المصريون أبناء ملوي، لأن ملوي تباركت بعبور العائلة المقدسة فيها وقت هروبها، حيث باركت العائلة المقدسة أربعة أماكن في ملوي: بير السحابة بأنصنة، الأشمونين، ديروت الأشمونين أو ديروت أم نخلة، وكوم ماريا. يبي يسيب جويسف همسي إجن ويتشي بي إس آسي أوو ووقف إيه إخري إكيمي ووقف إيه من مين إنجيني ممكن جيجن تكيمي إيفل ها بفهو ووقو هيد إف إيه إشتر تير إنخيدو. وإذا الرب راكب على سحابة خفيفة وقادم إلى مصر فترتجف أوسان مصر من وجهه. نيم تيت تشيبي ات اسي او من هي السحابة الخفيفة؟ انفو تيت تشيبي ات اسي او ثيئتس ارسم منين نام ان بي منهو ان تيتي باروسية ان تيبي منوجينيس النوتي او ماريا تي بارتينوس. انت هي السحابة الخفيفة التي دلتنا على مطر استعلان الاله الوحيد يا مريم العذراء. قصد شي اسمه نجيب كاهي تير فنكيني كانب جن اي ام بير من اي اس او اب ايروس من انسا اتف او ان نجيب يانجيروس انت اب جويس اي يوسف كان او رسولي اف جو اموس جي تون شي ام بي الون امتف ماب او وفوت اي كيمي او وشو بي ماب شتيجو سناك. لقد تباركت ارض مصر كلها بمجيء العائلة المقدسة اليها بعدما ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه وأهرب إلى أرض مصر. من إنسا ناي أفطم فين جي يوسف أفت شي إن في ألون امتف ناغن جرها أوه أف إي إي كيني. وبعد ذلك قام يوسف وأخذ الصبي وأمه ليلا وأتى إلى مصر. أوه كن بايسيو تن إرشاي أوه تن إرف مبقي إني عن أوي إمارتيروس انتابت لقيم يقطاق روديس بقورو خصفو خنبي إهوقو إنسو شمت إنتوفي. وبهذه المناسبة نعيد ونتذكر أطفال بيت لحم الشهداء الذين قتلهم هيرودس الملك في اليوم الموافق الثالث من طوبة. أف خصفو هنا انتفجو كيفل إنجي في التفجف إفل يتدفن يرمياس في إبروفيتيس. قتلهم ليتم ما قيل بإرمياء النبي: جي واسمي أقصف ماس خن راما وريمي نم ونهبي اينا شوف ركيل اسريمي انس شيري ووه ناس وقوش ان انتي نمتي ناس جي انسي شوف ان. صوت سمع في الراما بكاء ونحيب كثير. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعسى لأنهم ليسوا بموجودين. مارن شبهمت تطفئ مفنوتي جي أفئر إهمت نان ووقف اسمه ايرون قاتتي ابروفيتيا الإصائياس في ابروفيتيس اسمه ماتن جي بالاوس في اتخينكيني. فنشكر الله لأنه أنعم علينا وباركنا حسب نبوءة إشعياء النبي مبارك شعبي مصر. ووقفت خائطة إرف مبقي إني ساجن تبنيوتس أواب أو فيوانيس في إبسكوبوس إنتي إشمون حنتي أسبن برمينكيمي. وختاما نتذكر كلمات أبينا القديس الأنبا يوحنا أسقف الأشمونين في القرن السادس الميلادي: وأرض مصر دسمة ليس فقط فيما يخص إنبات الثمار التي تذهل، بل أيضا فيما يخص الناس الذين يثمرون حسب الله. ومع ذلك فالبلاد الأخرى تقدم لنا أثمارا ونحن نجد فيها تعزية، لكن افتخارنا هو بما عندنا نحن ولا سيما ما يخصنا وما صار هنا ولم يكن له مثيل في مكان آخر. مارس أونخنجيكيمي، مارس أونخنجيكيمي، مارس أونخنجيكيمي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احتفالنا الديني يبدأ الآن. جابن يوت مارن شبهمود بصلاة الشكر لضابط الأكوان وبخور عطر ومزيج ولبان وفصل مقدس عن الهروب من هيرودس الشيطان وتمجيد لرب القوات ولحن خير فران بالمحبة التقينا
أرئهمت ولا اللقاء جاي. Én is finom észre hosszom, hogy hívom, hogy a körpenegetői ezt, és veszik nagy tényleg, hogy sok német zsérban, hogy tőlem, hogy Borisus. Pénzlep szízom, hogy végig vélek. Ami tén, én emepse, én goszken, ó, se felmot, zsépen, jó, tehát fenni, fiói. Thank you.
صوت تمام. Thank you.